يقول يأتيكم برعاية الوكيل الإعلاني لهذا البرنامج ساما جرافيك حلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام وأحبائنا في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صيد النجوم، برنامج الأول في مصر للبراعم والناشئين واللي بيتكلم بمصداقية فوق ما تتصور الجميع. أهلا بكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل صيد النجوم، اللي الحمد لله رب العالمين استحوذ على كمية من المشاهدين محترمة جدا جدا، اللي دايما بتواصلوا معنا عبر موقعنا على الفيس او من خلال صفحة البرنامج او مواقع التواصل الاجتماعي في كل الوطن العربي ومصر العربية. امن وامان مصر وجيشنا وشرطتنا، اللي طبعا بنقدم في بداية الحلقة حر التعازي لشهدائنا اللي توفاهم الله امس اثر حادث اليم. نتمنى من الله ان يتغمدهم الله بواسع رحمته ويكونوا ان شاء الله باذن الله من الشهداء. بقاء لله والدوام لله. كل المصريين كان يوم امبارح يوم ممكن اقول يوم يعني اسود، ولكن الحمد لله رب العالمين ان حكومتنا او القيادة الرشيدة ان شاء الله باذن الله. يمكن اول مرة احس امبارح بصراحة ان في اهتمام كبير جدا جدا بموضوع ازاي الحادث ده حصل او ازاي تم في جهات أمنية، وكانت النيابة امبارح صرحت برضو ان في تحقيقات موسعة ان شاء الله في القريب العاجل هنعرف المتسبب مين. حلقة النهاردة مميزة، ويمكن الحمد لله رب العالمين على مدار الحلقات اللي فاتت كلها كل حلقة كان فيها حاجات مميزة واخبار حصرية في صيد النجوم، بس لان احنا بنقول الكلام اللي بنشوفه والكلام اللي بنسمعه وبنسمعه من مصادرهم الخاصة واللي فعلا فعلا دقيقين جدا جدا في اي خبر بنقوله. النهاردة حلقة مميزة ولكن فريدة شوية من نوعها، لان الضيوف اللي فيها محترمين، ضيوف اشتغلت على نفسهم على نفسها كويس جدا جدا في فترة كبيرة مش فترة صغيرة، وعملت تاريخ محترم مش ليها بس، تاريخ لمحافظة الشرقية، المحافظة التي بنتمي ليها وبتشرف طبعا بيها. النهاردة معانا قامات، ثلاث قامات محترمة جدا جدا، ولكن اللي حاضرين دلوقتي في الاستوديو لسه ان شاء الله بعد الفاصل هيشرفنا الضيف الثالث. قامة كبيرة جدا على المستوى الشخصي انا بحترمه جدا، لانه بنستفاد منه شخصيا ورياضيا وكمان خلقيا. كابتني المحترم كابتن محمد غياتي، شرف كبير جدا جدا لمحافظة الشرقية ان هو شرفني النهاردة في البرنامج. كابتن محمد غياتي اسطورة الرياضة المصرية والمدير الفني لمركز شباب هي 97، اللي شايل على عاتقه الكثير جدا 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 من كل حاجة، مش عايز اقول من المصاريف للمجهود الفني للمجهود حاجات كتير جدا جدا، والمدير الفني ايضا لاكاديمية الموهوبين، صناعة جيل مستقبل كبير قادم على مر السنوات اللي مضت. كل سنة بيورد لأندية مصر مواهب ليها ثقل ومحترمة جدا جدا، وايضا المدير الفني ل فريق نادي النصر الرياضي فريق 2000. يعني ما شاء الله الوقت اللي بيقضيه في البيت هو تقريبا صلاة الفجر، بيصلي الفجر ويطلع على الأندية يشتغل. كابتن محمد غياتي اهلا وسهلا بيك النهارده، نورتنا. اهلا بيك كابتن حاتم، وشاكر لحضرتك قوي التقديمه الجميله ديت. بس اسمح لي قبل ما اتكلم واخوض في القضايا اللي هندخل فيها برضو بضم صوتي لصوت حضرتك
ونتوجه بخالص التعازي طبعا لأسر الضحايا اللي توفاهم الله أمس. نرجو من الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ولأسرهم الصبر والسروان. بشكر حضرتك طبعا كابتن غياتي. مقدمة هي طبعا نابعة من الأصل والتربية. كابتن غياتي من الشخصيات المحترمة جدا جدا، اللي يعرفه هيكسب. طبعا ضيفي الكبير والأول مرة يظهر معانا، مقل جدا جدا، بعيدة جدا عن الأضواء، لكن من النوع اللي اتربى تحديدي كابتن غياتي واشتغل واتعلم منه كتير جدا جدا، كابتن وائل الحسيني، مدير فني سابق لمركز شباب قوي وله ثقل، والآن مدرب العام لأكاديمية الموهوبين، وأيضا مدرب عام في نادي مركز شباب هي مع كابتن محمد غياتي وابن كابتن محمد غياتي، كابتن وائل الحسيني ابن بلدي. أهلا وسهلا بك كابتن وائل. أهلا وسهلا بك يا كابتن حاتم، وطبعا اسمح لي بس الأول قبل ما نخش في القضية بتاعتنا برضو أن أنا إن شاء الله أترحم على الشهداء امبارح في الحادث الأليم. ربنا يتغمدهم بواسع رحمته ان شاء الله، ويلهم اهلهم الصبر والسلوان، وكلنا معاهم يلهمنا الصبر والسلوان، لان كلنا مصريين وكلنا عندنا حزن على بعض كبير قوي. طبعا انا بقى يعني الكلام اللي انت بتقوله كابتن وائل مهم جدا، لان الحادث مسنا كلنا سبحان الله. يعني انا كنت محضر حاجات عشان اقولها النهارده واتكلم فيها، ولكن اللي حصل امبارح ما ينفعش اي حد طبيعي، اي حد طبيعي انه يتغير. هو ده للاسف الشديد، ولكن ده واقع، ده واقع وملموس، ولكن برضو هتظل مصر هي البلد الوحيد العربي الآمن اللي كل الناس بتستريح فيها، واللي كل الناس بتيجي برضو تقعد. مصر آمنة وهتفضل آمنة، أصل هي مذكورة في القرآن. يعني هي حتى مش كلام، لا ده هي كلام مذكورة في القرآن إن هي فعلا آمنة وهتفضل آمنة غصب عن أي حد. كابتن محمد غياتي، الطفرة اللي حضرتك عملتها واللي محافظة الشرقية كلها بتشيد بيها، في طفرة كبيرة جدا جدا اتعملت، وفي أقل من وقت قصير الحمد لله أخدت أنت المدرب الأول في الشرقية، حاجة محترمة جدا. في خلال شهرين عملت من نادي النصر، فريق النصر، فرقة كبيرة وتنافس، وأصبح مركزها دلوقتي الكل بيتكلم عنها، أكاديمية الموهوبين، توريد اللعيبة اللي بتطلعها، حاجات كتيرة جدا. بس أهم ما في الموضوع مركز شباب، احنا عندنا قضايا كبيرة هنتكلم فيها، ولكن مركز شباب اللي هو يعتبر حضرتك منه للفريق الاول. تمام. مركز شباب اللي بشوفه على التواصل والكلام ده، الناس دي بتجيب، انتوا بتجيبوا مصاريف منين؟ يعني مصاريف التيشيرتات، مصاريف الباص اللي بيروح يودي اللعيبه، الاصابات، الكلام ده كله، الدعم بتاعكم والشغل ده، الاول اعرف مركزك ايه في ترتيب الجدول. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لفريق مركز شباب هي 97، الفريق دوت هو وليد بقاله 5 سنوات، احنا دلوقتي حاليا دلوقتي بنجني ثمار ال5 سنوات. تمام. حاليا السنة دي احنا تصدرنا المجموعة بتاعتنا، لعبنا 10 ماتشات، حققنا الفوز بفضل الله في 9 ماتشات، وتعادلنا في مباراة واحدة. ايه ده يعني ما شاء الله، بدون خسائر. بدون خسائر بفضل الله تعالى، بفضل الاخلاص بتاع المدربين اللي معايا، وبفضل الاخلاص بتاع اللعيبه الرجال اللي معايا. انتقلنا من مرحله المنطقه، صعدنا لمرحله القطاعات اللي هي بدات يوم الثلاثاء اللي فات. اول مباراه لينا كانت مع فريق نادي بني عبيد، وبفضل الله تعالى حققنا الفوز فيها برضو ب3 اهداف. فوزت على بني عبيد؟ فوزنا على بني عبيد. ده بني عبيد ده ليه ذكرى حلوه قوي، يعني صح ولا ايه؟ انا فاهم حضرتك عايز تاخدني لفين يعني. انا عارف ان انت طبعا طبعا انا زملكاوي لكن رياضي خلقيا وحاجه محترمه جدا. لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هذا الفريق وما تعرضت ليه حضرتك دلوقتي من قضيه، وقضيه الدعم بتاع الفريق دي قضيه لابد ان يتبناها برنامج صاد النجوم من الان، زي ما تبنيت قضايا واعتقد ان حضرتك حققت فيها نجاح غير عادي، وانا لامس هذا الموضوع من خلال عملي مع البراعم والناشئين. حضرتك خضت قضايا من الصعب ان حد يخوض فيها. انا بطلب من حضرتك من منبرك النهارده تتبنى قضيه دعم مراكز الشباب وفرق الناشئين فيها. حضرتك سالتني سؤال، بتجيبوا الدعم منين؟ عايز اقول من هنا، ايوه يعني الفلوس اللي انتوا بتاخدوها الدعم دي بتكفيكوا؟ يعني انا عارف مثلا 30,000 في السنه، 40,000 في السنه. لا لحظه لحظه، اولا قطاع مراكز الشباب هي قطاعات ممارسه وليست قطاعات بطوله، فليست هناك تمويل لكره القدم مباشره. لكن عايز اقول برضو ان مركز الشباب عندنا
واعتقد باقي مراكز الشباب لا تقصر، هو بدي في حدود امكانياته. لكن حضرتك تعالى بقى قيس الامكانيات دي دلوقتي تحقق نتائج ايه. انت بتكلمني على انت مركز اول، وبتكلمني المفروض ان الامكانيات اللي موجوده متاحه ليك ان هي بتؤهلك ان انت تكون كده. هقول لحضرتك الحاجه، بعض مراكز الشباب دلوقتي بدات تدخل في موضوع الاستثمار. احنا حالتنا احنا ما فيهاش استثمار، لكن احنا ليه تميزنا؟ تميزنا بفضل الاخلاص. الاخلاص من اللاعبين والاداره والمدربين اللي معايا وقت انا في الاخر. لكن هل الدعم اللي بيقدم يحقق النتائج اللي وصلنا لها؟ اعتقد لو اتكررت ايوه على الاقل انتوا مثلا ليكم مرتبات، ليكم مرتبات بتاخدوها واللاعب تاخد مرتبات. يشوفها كابتن، هقول لحضرتك الحاجه، يعني حته المرتبات للاعبين والاخر دي غير متوفره عشان نكون صراحه، وغير متوفره في اي مركز شباب الا اذا كان مركز شباب بيصرف بيشرف عليه استثماري. ايه ده يعني انتوا برضو ما فيش دخل فلوس حتى؟ لا طبعا، لا طبعا صعب يا فندم، صعب. مفيش مركز هيجيب منين مركز شباب؟ امال انت بتروح المباريات ازاي؟ ما انت اكيد في مباريات عندك خارجيه. اه ما انا بقول لحضرتك احنا بنحاول نكفي بالمتاح. لكن هل اللعيب اللي عندي ده بيشعر بميزه تخليه ينتمي اكتر؟ هو انتمائه حاليا لانه لازال في مرحله الناشئين عايز يظهر. لكن في نقطه هنقف عندها، وانا نبهت مجلس الاداره ومركز الشباب والقائمين على المنظومه الرياضيه في هي ان السنه الجايه اللعيب خلاص الهدف بتاعه انه كان يظهر ويكسب ويصعد قطاعات، هو حقق هدفه تمام. مش هيلاقي الميزه الماديه، هيضطر يبص حوالي غيرك، خصوصا ان هناك اغراءات غير عاديه. طب انت يا كابتن هنا بالنسبه لكلمه الاغراءات العاليه دي، اللعيبه اللي عندك دي ما بيبقاش في كلام عليها ان اللعيب ده احنا عايزينه او اللعيب ده هناخده او اللعيب ده كده؟ كابتن حاتم السوق مفتوح. فرقه بفضل الله تعالى بتحقق 9 انتصارات من 10، فرقه بتلعب ماتشاتها بره ارضها لان احنا الملعب بتاعنا قيد التنجيل والحمد لله يمكن مجلس الاداره باذل مجهود جامد وهنستلمه. هو مجلس الاداره ده يا كابتن بيبقى منتخب يعني؟ منتخب طبعا. طب هو منتخب مجلس الاداره بيبقى مش المفروض في مساعدات بتيجي من خلال مجلس الاداره اللي هو جاي قائم على المكان؟ طبعاً عشان حتى على الاقل ينجحه. شيء طبيعي. ما انا بقول لحضرتك اولا احنا بنشرف ان القائم على مجلس الاداره ده قيمه كبيره. هو اللواء عصام بيه ابو المجد، وهو راجل عضو مجلس نواب. وفي الحقيقه برضه عشان نكون ندي كل واحد حقه، يعني هو في حدود الامكانيات المتاحه ليه اللي انا بطلبها منه مباشره لا تاخر. لكن انا برضو عايز اقول الاتي، المنظومه الرياضيه اذا توقفت على الاداره ومجالس الاداره هتقف. لازم حاجه اسمها الدعم الشعبي. اذا هنغفل دور الاستثمار، بس استثمار فعال. ما الدعم الشعبي استثمار. هو لا انا عايز ارجع حضرتك، انا هروح اشحت من الناس اقول لهم ادعموني؟ شيء طبيعي يا كابتن. اه في احنا عملنا نشرنا صفحه اسمها داعمي ومحبي فريق هاي، نشرها اخونا الكابتن وائل وبتحقق الى حد ما. لكن حضرتك عايز تقول ان الدعم اللي بيقدم من مديرية الشباب والرياضة لمراكز الشباب يبني فريق يحقق نتائج؟ لا، هي مركز شباب هي، انا هختصت مركز شباب هي، هو حالة خاصة لان في اخلاص. طب بالنسبة لهي يا كابتن وائل برضه هقول لك النقطة اللي كابتن غياتي اشار ليها مهمة جدا، في لما بقول له انتخابات او بيبقى معين ولا مش معين، مجالس في انتخاباتها في التعيين لما بنيجي نشوف مراكز الشباب دي، هل انتخاباتها بتبقى برضه متاحه للناس وفي رقابات وفي الكلام ده كله وبنشوف الانتخابات دي وبيبقى عليها المجلس الاداره ده المنتخب ده القائم، هل بيفيد ولا هو بعد الانتخابات بنلاقي برضه الناس دي مش موجوده؟ طيب اسمح لي الاول قبل ما اجاوب على سؤالك يا كابتن حاتم، عشان انا معاك من فتره طويله وبدايه من بدايه البرنامج ده ومن اشد المعجبين بيك ومتابعين ليك. حبيبي يا كابتن، قلت لك قبل كده ان انت اعلامي جريء ومجتهد وبتخوض في قضايا صعبه جدا ناس كتير تنقى عنها. طبعا انت عارف دلوقتي نظام المصالح وليه اعادي ده وليه اعادي ده، لكن انت بتخش في موضوعات جريئه بتقتحمها، بالاضافه انك عندك كاريزما وحضور. فانا بتوقع لك بامر الله تعالى ونبقى نتكلم انك هتكون في مكان اعلى من كده بكتير على المستقبل، انك مجتهد فعلا. وانا برضو خدت منك حته الاجتهاد دي في العمل يعني. حبيبي خلينا نرجع بقى لموضوع مراكز الشباب دوت، وبعدين برضو اتكلم في نقطه تخص الاخلاص وانكار الذات في فريق عمل 97. تمام. مراكز الشباب انت عارف وحضرت معايا فتره طويله، انا خدت حرب شرسه مع مركز الشباب عندنا طوال هنقول مثلا سنه وست شهور سنه ونص. تمام. اتكلمت في كل حاجه
وجبت حاجات كتير وقلت حاجات كتير. وصراحة بعد فترة لما بقى ليا مصداقية عند الناس بدأت استقطب مجموعة من الناس اللي تأيد وتساند. فجينا في انتخابات مركز الشباب وقلنا نعد قائمة تخش الانتخابات ونحاول نعمل تغيير ويس. جزء من الشباب مع ناس قامات ونقدر نعمل. تخيل يا كابتن حاتم لحد يوم انتخابات الصبح ما نعرفش القائمة دخلت ولا ما دخلتش. انا لحد يوم انتخابات الصبح رايح ما اعرفش انا هنتخب. طيب ده بيبقى سبب ايه؟ بسبب الناس اللي بتعد القائمه بتاعت الانتخابات ولا بسبب ان المفروض انا دلوقتي في حد بيجهز لي الانتخابات اللي هو ما اعرفش عندكم منطقه الشرقيه ولا مين القائد في المدينه بيقول لهم المفروض هاتوا لي القوائم الانتخابات عشان اعرف مين اللي نازل ولا الدنيا عندكم ماشيه ازاي؟ ما انا اقول لحضرتك اهوت احنا المفروض دلوقتي الانتخابات دي خاضعه لوزاره الشباب والرياضه. كويس. المفروض المسؤول عنها مباشر عندنا منطقه الكوره. المنطقه الشرقيه. المنطقه الشرقيه. كويس. بعد كده الاداره اللي هي اداره هي وليكن. تمام. لا في احنا اللي هو لا في تعديل بسيط. الانتخابات في مراكز الشباب منطقه كره القدم بالشرقيه او مناطق كره القدم لا تعني لا ليست لها اي صله. الانتخابات خاضعة لوزارة الشباب وتمهد ويشرف عليها من قبل مديريه الشباب والرياضه. امال مين طيب اللي كان موجود معاكم في الانتخابات لما انتوا بتعملوا مركز شباب؟ يعني في حد جه من وزاره الشباب والرياضه كان موجود معاكم؟ كان في موجود ناس من الشباب والرياضه لكن ما كانش في رقابه على الانتخابات. انا وجهه نظري لما انت تلاقي مثلا ان قائمه كامله استبعدت ولكن تبقى الصراع على منصب واحد بس وهو منصب امين الصندوق. تمام. لما تلاقي الراجل اللي هو كان جزء من القائمه اللي استبعدت احتراما للقائمه اللي معاه راح يوم الانتخاب الصبح وكتب ان هو منسحب من الانتخابات لانه مش هينجح ويخش في وسط القائمه هو كان معارضها او يعني انت عايز تقول لي دلوقتي اللي نجح في الانتخابات هي نفس القائمه هي نفس القائمه اللي كانت معينه من 7 سنين. طيب اللي كانت معينه من 7 سنين دي هل هي انجزت من 7 سنين؟ ما كناش طلبنا تغيير. طيب دخلت ازاي انتخابات؟ يعني قصدي نجحت ازاي في الانتخابات؟ ما هي طالما حصلش تغيير. حلو. دي نقطه مهمه جدا بقى. احنا اكتشفنا ان الكلام على السوشيال ميديا والحوارات الكتير لا تشمل ولا تغني من جوع في موضوع مراكز الشباب ده. ليه؟ لانه كل الوضع قائم على الجمعيه العموميه. طب احنا عاصرنا على حاجات كده واخد بالك من الطرق بتاعتنا في انتخابات مراكز الشباب. تمام. وشفنا الانتخابات، طبعا احنا مش هنذكر اسماء في الاشكال اللي بنشوفها قدامنا. احنا كلنا نعتبر عيله واحده. واخد بالك ازاي؟ لا هي المفروض العيله دي في البيت. تمام؟ المفروض احنا اخوات بره الاستوديو. تمام. لكن هنا قدام منبر هنا قدام احنا بنواجه حقيقه وبنتكلم. انت لسه بتقول انا ممكن بتميز فيك حته ان انت بتتكلم بصراحه الناس هتحترمك لما انت تقدم حاجه. لو اخوك نفسه غلطان وطلعت قلت لا ده اخويا اساء لكذا كذا 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 الناس هتحترمك. انا معروف عني كده كابتن حاتم. لكن يبقى اذا احنا موضوع العائلات ده هنخليه بعيد شويه ونتكلم منه حقيقه. تمام. انا لما اشوف دلوقتي في الانتخابات حد هو منتخب او هو مثلا امين صندوق او هو راجل هينتخبوني، انا المفروض ان انا ما اتواجدش في مكان الانتخاب الناس دي. لا ده انا كمان احنا شفنا الفيديوهات واتفرجنا عليها ولقينا ان الناس اللي بينتخبوا الناس اللي موجوده دي هي الناس اللي هتنتخب بتوجه. لما ده حصل انتوا ليه ما عرضتوش وقلتوا يا جماعه ده صح وده غلط وفين الناس وفين الكلام ده كله؟ طب ارد على حضرتك ولا هتعرض حاجه؟ ما هي كده هيعرضوها للزحمه. طيب اوكي. خليني اقول لك الناس القائمه لما استبعدت والراجل راح علشان يقدم استقالته ومشي خلاص الجو فضي وبقت الناس دي اللي موجوده. فين الرقابه؟ مفيش رقابه. شفنا احنا في الفيديوهات كده الراجل الوحيد المنصب الوحيد اللي عليه انتخاب فعلي. هنا بقى هنا الناس اللي واقفه قدام الفيديو ايوه الناس اللي واقفه دي ده كده الناس دي يا جماعه اللي هي المفروض كابتن غياتي خليك حاضرنا اللي هي منتخبه. تمام. هي واقفه في اللجان المرشحين المرشحين واقفين قدام اللجان وبيقولوا للناس اختاروا ده ما تختاروش ده حطينا انا اعمل لنا انا بقى بسال سؤال فين الناس اللي بتراقب على الانتخابات؟ خليها بقى بالمحبه. تمام. وخليها بالحب وعدت. انا دلوقتي لغايه النهارده يا كابتن غياتي في حصل تقدم ولا رجعنا متاخرين عن الفتره اللي كانوا فيها في الصاله؟ رجعنا نقطه البدايه. لا مش البدايه ده احنا اسوء من البدايه. قبل انا اسمع ان كان في عندكم بطولات وبتشاركوا وتروحوا وتيجوا. دلوقتي ما بقاش فارق. ليه بقى؟ ليه؟ لان انت انتقدت كتير واتكلمت كتير والناس اتحمست وجات عشان تعمل انتخابات فجاه لقيت ما فيش انتخابات. والفيديو اللي انت بتتكلم عليه حضرتك ده واللي احنا شفناه دلوقتي انا كراجل معارض انا ما كنتش عضو من القائمه اللي دخلت. كراجل معارض قلت انا دوري لحد الانتخابات انتهى. دور القائمه اللي كانت داخله قصادهم اعمل طعن كان في طعن مقدم لمده 60 يوم اعمل طعن
ويطلع بالفيديوهات ديت ونروح لوزاره الشباب والرياضه اقول يا جماعه هل الانتخابات دي كده ده مسارها الصحيح ولا وارد ان اخد قرار او اخد موقف؟ تمام. لكن انا خدت حرب شرسه لمده سنه ونص لغايه دلوقتي ما فيش اي جديد في الموضوع. تمام. لا تمام. زي ما احنا كابتن غياتي عشان نخش في الفنيات شويه. طب بقى اسمحك بس قبل ما عشان عايز ادي الكابتن محمد غياتي برضو حقه. اتفضل. الكابتن محمد غياتي انا بالنسبه لي هو مثل الاعلى في التدريب، وهو احتواني لانه خدني من الصراع اللي انا بقول لك عليه ده. بالظبط. خدني من مدرب المفروض الناس عايزه تطلعني ان انا ماليش فيها لمدرب ناجح ويقدر يشتغل ويقدر يأدي، قدوه ونموذج. وهو قال الاخلاص في الجهاز الفني 97 وانا بقول له انكار الذات. الراجل ده رقم واحد في الجهاز، ورغم ذلك ما عندوش ادنى مشكله في ان اي حد من الجهاز يبقى دوره واضح وظاهر للكل. عمرك ما لقيت مره انه طغى عليا او صادر حقي في الكلام او صادر حقي في ان مجهودي يظهر، بالعكس. هو اللي دايما اللي يقول لي دي بتاعتك، دي ليك، خد ديت، اظهر ديت. عندنا انكار ذات وعندنا حب البعض. هو ده المدرب اللي لما يكون عنده حد في المنظومه هينجح بينجحه ما بيعدموش. صح. هو ده المدرب اللي لما يكون في منظومه وبينجح فريق، يعني مثلا كابتن غياتي وليكن واخد مثلا نادي معين وجاب صفوه مدربين مصر وبيشتغلوا معاه ولقاهم نجحوا. في الحاله دي في مدربين يقول لك لا ده لو نجح انا هنزل، انا هقل، الناس هتحبه. لا، الناس لو حبت المدرب ده وحبته واقتنعت بيه كابتن غياتي هيرفع راسه ويمشي يقول انا عرفت اختار. صح. والمنظومه بتاعتي نجحت. هو ده اللي كابتن غياتي ممكن يكون اتحط فيه عكس الـ 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 المراد. كابتن غياتي قادم من الشرقيه لنادي النصر، اشتغل شغل محترم جدا فيه. كام شهر يا كابتن غياتي؟ اشتغلت 3 شهور وبعدين فصلت شهر ورجعت تاني. طيب في الثلاث شهور دول اشتغلت انجازاتك ايه في الثلاث شهور؟ اولا تجربتي مع نادي النصر كل تجربه ليها سلبيات وليها ايجابيات. تجربتي مع نادي النصر من اكبر ايجابياتها ان انا استطعت اخلق روح حب وود في الفرقتين اللي اشرفت عليهم. تمام. انا توليت اشراف فرقه 2002 بترشيح من الكابتن رشاد محمد المستثمر. اشتغلت مع الفرقه دي بامانه وبكل حق لازم اقول اذا كان كابتن وائل مشكورا قال محمد غياتي عنده انكار ذات، لازم اقول ان انا لما رحت على 2 مدربين احترمهم جدا واوجه لهم التحيه من هنا، كابتن احمد جمال وكابتن احمد جمال وكابتن اوبا. لان الناس دي انا لما دخلت الفرقه عليهم قدرت انا بطريقتي يا كابتن حاتم بفضل الله تعالى تقدر تحتوي الناس. لا لا بصراحه كنت مستبينك جدا يعني هناك. واخد بالك؟ لازم من نجاحك انك تحتوي اللي حواليك. بدانا نشتغل بصراحه وكانت متوفره امكانيات كويسه وحققنا نتائج. برضو لعبنا 8 مباريات حققنا 7 فوز وتعادل في مباراه. يعني موضوع كبير قوي ان انت برضو يعني هنا انت وسط النادي الاهلي ونص ده انا هقول لحضرتك علي واليخت لا لسه لا دي 2002 كتغيير 2000 ده دي تجربه الاولانيه. لكن تعالى في تجربه 2002 يا كابتن في الاستثمار، اذا كنت حضرتك هتسمح لي اتكلم عن الاستثمار في حين اخر ماشي، لكن انت حضرتك قلت لي دخلت الفريق ده، انا هتكلم على الجانب المضيء دلوقتي. تمام. دخلت الفريق بلا نجوم. الاستثمار الرياضي لا يفرق بين اللاعب المميز واللاعب الغير مميز. الاستثمار الرياضي هدفه حاجه واحده بس، ادفع. طيب حيلت بقى فتحت علينا الموضوع الضخم اللي لازم نتكلم فيه، الاستثمار الرياضي. حضرتك في فتره من الفترات اشد طبعا يعني اقول لك المتغيرات اللي حصلت طبعا. كنت رافض الاول خالص في البدايه الاستثمار الرياضي، ولكن عن تجربه شخصيه حضرتك دخلت فيها واشدت بالاستثمار الرياضي. طبعا اشدت بالاستثمار الرياضي لانه في الفتره دي انت قدرت تغير من شكل الاستثمار الرياضي واقنعت المستثمر نفسه انه ينزل شويه يقرب من الناس يحس بيهم يشتغل عليهم ويدور على الموهبه ويحط ما بين عنده فرقه فيها 30 لاعب. ايه المانع ان انا احط 10 من غير فلوس و20 بفلوس؟ طب ال20 اتحطوا بفلوس دول هيدفعوا كام؟ كابتن غياتي قدر ان هو يقنع، وطبعا نتكلم عليه بكل امانه، كابتن رشاد محمد يقنعه يعني ايه الاستثمار بالشكل. كابتن رشاد محمد ممكن يكون اخطا في السنوات اللي قبل كده، ولكن لما جه اشتغل بدا ان هو يتحسس الطريق ويشتغل صح. بس يعني هزيد على حضرتك حاجه، حضرتك قلت الاستثمار الرياضي انا مريت فيه باكتر من مرحله. هو انا لن انكر ان انا في فتره من الفترات
قلت الاستمرار الرياضي ليه مزايا كتير ولا زلت مصمم لانك جربت طبعا ولا زلت مصمم. وعايز اقول بس حاجه يعني ان لما اقول استثمار رياضي لا اختص به فرد باسمه. تمام. كل فرد انا اشتغلت معاه ليه كامل الاحترام. تمام. وليه كامل التقدير عندي. محترم. حتى التبقية. وان كان هناك نوع من انواع السلبيات التي اصابتني شخصيا لكن انا بقول من منبارك برضو اللي اتعلمنا منك كتير جدا. الكبير دايما بيسامح. نرجع لقضية الاستثمار. انا فترة من فترات قلت ان الاستثمار هو البديل الامثل للاختبارات الظالمة. لما تيجي الاختبارات بتاعت الاندية تعد والاختيار يتم بطريقة فيها انواع من اللامبالاة. العيل او الولي الامر بيبقى ايه البديل؟ الاستثمار. طيب انا هاخد منك الكلمة دي بس بعد الاذان، يعني الاذان دلوقتي هنطلع فاصل للاذان ونرجع مع ضيوفنا المحترمين مرة تانية. تمام. البرنامج سما جرافيك حلوين. مرة تانية مع كابتن محمد غياتي وكابتن وائل الحسيني. كنا بنتكلم مع كابتن محمد غياتي في الاستثمار الرياضي، ودلوقتي لازم اسأله سؤال مهم جدا علشان نخش بقى على مشروع صائد النجوم، المشروع القومي اللي هو البديل لأكاديميات مصر والبديل لمدرسة الكورة زمان. نرجع ازاي الرياضة لبراعم وناشئين مصر. كابتن محمد غياتي، هنعتبر ان انت اخدت نادي الترسانة او اي نادي، عشان ما حدش يقول لي ايش معنى النادي ده، اي نادي في مصر، دخلت على قطاع دفعت نص مليون جنيه مثلا 500,000 وخدت القطاع. تقدر حضرتك تقول لي انت مطلوب منك قيد اللعيبه ديت، مطلوب منك نتائج النادي اللي انت واخده ترفع باسمه، مطلوب منك ادوات، مطلوب منك مدربين كويسه تشتغل معاك وتبدا ان انت تعمل لنفسك اسم وللنادي اللي انت واخده تزود. النص مليون جنيه دولت هتعتبرهم ايه؟ اول حاجه كابتن، عشان الاستثمار الرياضي ينجح لازم تشوف المنتج النهائي بتاعك ايه. المنتج النهائي في الاستثمار الرياضي هو اللاعب من خلال مدرب. انا اخترت النادي واخترت الفرق عشان انجح، اول حاجه لازم اقولها تاني لازم يكون في مصداقيه بين المستثمر وبين اولياء الامور وبين اللاعبين والمدربين. كابتن غياتي، انت في دلوقتي صدقه ما بينك وبين اولياء الامور؟ طبعا. ماشي. وما بينك وبين المدربين. انت دلوقتي دافع فلوس للنادي، انت بعد ما تجيب المواهب وبعد ما تجيب الناس دي كلها، دفع الفلوس هيبقى ازاي مع حضرتك؟ حسب الطريقه اللي يتم الاتفاق بيها عليها كابتن حاتم، بس طبعا ما نتغالاش في المبالغ. كويس. لان في مغالاه في المبالغ من بعض الناس كتير جدا. بتلم فلوس. اولا في نقطه لازم التزم اولا بلوائح الاتحاد. يعني ايه لوائح الاتحاد؟ ايوه. لما يبقى في فريق قوامه القايمه بتاعته معروفه ان هي 35 لاعب، انا اجيب للمدرب 60 لاعب يدربهم ازاي؟ اذا كده في 25 لاعب انا اعرف ان هم لن يتم قيدهم. ما احنا هنرجع برضو لرب الموضوع كله وهو المصداقيه. سيبك من حته اختيار المواهب والاخ، هختار انا اللعيبه عشان احقق الربح بتاعي. لكن على الاقل خالص التزم بالحد الاقصى من اللاعبين اللي هيتايدوا. يبقى انا ازاي انا راجل كمدرب عارف ان القائمه 35 الاقي 50 لعيب؟ ما دي من ضمن المشاكل. طيب يعني انت دلوقتي تحليل القائمه، هل بالنسبه لك انت لما تحلل القائمه 30 لعيب دولت هتقدر ان انت من خلال الفرق كلها تقدر تلم نص مليون جنيه، النص مليون بتاعك؟ اكيد هكون انا موزع المبلغ على عدد اللعيبه اللي عندي وخاصم منهم المصاريف. يعني عايز توصل رساله ان انا ما غاليش في المغالاه؟ طبعا. شيء طبيعي. عشان ما اوصلش. شيء طبيعي، شيء طبيعي. يعني تقديرا كده يا كابتن غياتي، والله يا كابتن حاتم دي بتتراوح يعني بس يا ريت تكون على مراحل. انت عارف حضرتك لما تبقى على مراحل، يعني ممكن ادفع المبلغ بتاعي مثلا في خلال السنه كل على جزئين ثلاثه. يعني انا لو مستثمر مش هاخد المبلغ مره واحده. لان لو خدت المبلغ مره واحده النفس طلعت. لما يجي لعيب دفع لك كابتن غياتي وليكن 5000 جنيه في السنه مثلا، وليكن يعني تمام، وجي اللعيب ده جاله مكان ثاني وعايز الاستغناء بتاعته، تمام، دفع فلوس ثاني؟ لا طبعا ما يدفعش فلوس ثاني. لا طبعا، المفروض ما يدفعش فلوس ثاني، بالعكس ده حاجه ترفعني تعليني ان انا من خلال الاستثمار والمدرب الناجح اللي جبته واشتغلت على اللعيبه كويس ووفرت لهم الادوات كويسه، طلع لعيب عندي اتشاف
اتاخد ده، دي بالعكس ده تعليني لما اروح نادي تاني يقول لك النادي ده طلع خمس ست لعيبه راحوا الانديه كبار. يعني اذا دلوقتي الاستثمار الرياضي انت بتقر ان هو ممكن يبقى ناجح، ولكن من ضوابط ان انا امشي بلوائح الاتحاد. بيعتمد على هامش ربح قليل يا كابتن حلم. لو انت كمستثمر بتدور على انك انت تعمل فعلا قطاع ناشئين مميز، يبقى لازم يكون هامش ربح يعني ممكن معقول. يعني هل ممكن مثلا انا لو ما خسرتش مش مشكله بس اكمل؟ لا صعب. انا كمستثمر مستحيل ادخل مشروع وهخسر. لازم يبقى في توازن، ولكن انا بقول لك هامش ربح قليل. لو انا هقدر، كابتن محمد بيتكلم بروح المدرب الاب، هو كلامه دلوقتي بيتكلم بروح المدرب الاب. تمام. عايز يطلع لعيب يقدمه للنادي، لكن انت دافع فلوس فطبعا لازم. لكن المستثمر دافع فلوس عايز، ما هو هيجي يطلع لعيب عايز، ما هو انا النهارده هصرف نص مليون، ايه المقابل؟ عشان كده كابتن حاتم انا عايز بس اطرح اطروحه لحضرتك. الاستثمار ده فكره مش قضيه فاشله. الاستثمار الرياضي محتاج الى وضع ضوابط والمنظومه الام تشرف عليه. ايه المانع ان اتحاد الكوره تبقى فيه اداره اسمها اداره الاستثمار الرياضي؟ معنى كده عايز تقول ان اتحاد الكوره مطالب ان هو طبعًا يديني حتى استماره او يديني لائحه للمستثمر ان امشي عليها. انت عارف ليه حضرتك يا كابتن؟ لان دي قضيه اصبحت واقع احنا مش هنهرب منها. تمام. طيب بدل ما نقضي على المستثمر، ما المستثمرين في ناس كويسه. على فكره التجربه اللي انا خضتها تجربه مش 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 فاشله، بالعكس ده الراجل شغال ناجحه فنيا وناجحه كمان، ان انت وديت لعيبه هناك. بالظبط. طبعا في نقطه مهمه جدا يا كابتن حاتم، اتفضل. ولي الامر عليه دور كبير في انه يوصل المستثمر انه يعمل معاه كده. بالظبط. ان كل محمد صلاح لما راح ليفربول عمل طفره، كل الناس مفكره بانها محمد صلاح. بالظبط. لا، في فروق فرديه بين اللعيبه وفي امكانيات. كويس. في لاعب يقدر يروح ده يتصرف عليه، لكن دلوقتي كل اب يقول لك انا ممكن اطلع ابني زي محمد صلاح فمصرف على 10000 جنيه 15000. ده اللي احنا قلناه قبل كده. 100000 جنيه ده اللي احنا قلناه قبل كده، ان اولياء الامور لازم يعرفوا الحته دي، لازم يكونوا عارفين. طب في بقى المشروع بتاعنا، مشروع صائد النجوم، مشروع ده مهم جدا جدا. قعدنا جلسه واثنين وثلاثه، كان معنا قامات محترمه واتكلمنا وقدمنا التصور بتاعنا، وكان الكابتن بدو موجود، بدو حمدان. و طيب معانا اتصال الاستاذ عبد العزيز مصطفى، امين صندوق مركز شباب المعادي، اللي ان شاء الله باذن الله فرع اول مشروع صاد النجوم هيقام فيه. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن استاذ عبد العزيز. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله كابتن بخير. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. احنا اللي بنرحب بيك. معايا كابتن محمد غياتي وكابتن وائل الحسيني، احد رموز مشروع صاد النجوم ان شاء الله في الشرقيه الفرع الثاني. انا برحب بالشباب دي وحضرتك طبعا، وانا متابع البرنامج وطبعا كلامهم زي الفل. الله يخليك يا فندم. كلمنا عن استعداد مركز شباب المعادي ان شاء الله لاستقبال فرع، لاستقبال اول فرع لمشروع صاد النجوم اللي ان شاء الله باذن الله يوم 16/3 هيكون الافتتاح، وكلمنا طبعا عن الاستاذ علاء حافظ وعن دعمه الكامل للمشروع. هو طبعا استاذ علاء حافظ طبعا صاحب الفضل الاول والاخير هنا لانشاء المركز اصلا، لان اللي انشا المركز هو الحاج محمد حافظ والده لما كان في مجلس الشعب. فطبعا هو طبعا هم محبين للمكان ومحبين للبلد ومحبين للشباب، والدنيا كده ان احنا الانتخابات اللي فاتت طبعا استاذ علاء كان واخدها باكتساح، وطبعا المجلس بتاعنا. فطبعا هو كان بندعم، احنا بندعم الكوره طبعا وبندعم الرياضه، لان احنا مناطق شعبيه، وانت عارف المناطق الشعبيه بتحتاج للرياضه عشان الاولاد والاطفال والشباب الناشئ والكلام ده كله. تمام. وطبعا احنا زي ما حضرتك عارف احنا عندنا الحمد لله المركز على اعلى مستوى من كل الانشاءات وكل الاماكن، من الملعب القانوني وملاعب خماسي وحمام سباحه، يعني حاجات على اعلى مستوى وحاجات معموله كويسه جدا. طبعا كل ده بدعم استاذ علاء طبعا، بالدعم المادي اللي بيدعمه لنا وبالدعم الفني وبالدعم اللي هو بيخلص لنا وعلاقاته. هو فعلا فعلا كابتن الاستاذ علاء حافظ طبعا احنا بنوجه له التحيه، وبنقول طبعا لوالده الف سلامه، لان النهارده قابلته يعني شويه مشاكل صحيه. بالظبط كده، بنوجه له طبعا التحيه والتقدير. الاستاذ علاء طبعا كان وعد ان هو ان شاء الله باذن الله في افتتاح الفرع هيبقى فيه حاجات يمكن الاولى من نوعها في القاهره في افتتاح فرع صائد النجوم هناك. الدعم المطلوب قال طبعا دعم معنوي مادي، اي حاجه هتقابلكم في اي حاجه في الاوراق هيخلصها لنا. احنا طبعا بنشكره بالنيابه عن حضرتك ان هو يكون متواجد معانا النهارده عشان برضه نكلمه، ولكن ظروف والده تعبه النهارده. شايف ان حضرتك المشروع ده هيبقى فيه طفره غير كل الاكاديميات اللي موجوده؟ اكيد طبعا هيبقى فيه طفره. هو بص، اصل كل الاكاديميات هي يعني اغلبها طبعا انت حضرتك عارف، وكل مركز الشباب
بس انا معلش منظمه شويه، بيبقى الموضوع موضوع ربح اكتر من انه يبقى منظم او يبص للولد او للاعب او ازاي ينمي مواهب اللاعب. تمام. ازاي يعرف ايه المعطي اللي عند كل لعيب ويقدر ينميه عشان يطلع منه لعيب كويس. طبعا مع الكابتن غياتي دلوقتي ان انا فضل ان حاجه تتحسب لي ان انا لعيب من عندي يروح هنا او يروح هنا او يروح مكان كويس. فطبعا طبعا صعد النجوم والمشروع اللي هيتعمل مشروع قومي، طبعا انا حضرتك هيبقى في ترتيب، هيبقى في تنظيم، هيبقى في عنايه بالولد، مش قصه ربح وخلاص. طيب شايف يا استاذ استاذ عبد العزيز، شايف الطفره الاعلاميه في الموضوع شايفها مديه قوه لي؟ طبعا احنا بقينا الاعلام رقم واحد في مصر، ده شيء طبيعي. تمام. وهو معلش يعني هو الاعلام اللي بيدعم كل شيء، الاعلام. تمام. اللي بينجح الشيء والاعلام اللي ممكن يسقطه. تمام. انا بشكر طبعا بجانب الفنيات طبعا وان الاهتمام والاداره تبقى مختلفه. استاذ عبد العزيز بشكر حضرتك جدا على المداخله المحترمه، شكرا ليك جدا والمتابعه المحترمه كمان لينا للقاء، واشاد طبعا بكلام كابتن غياتي، دي حاجه محترمه جدا. بشكرك استاذ عبد العزيز امين صندوق مركز شباب المعادي، اللي ان شاء الله يوم 16/3 افتتاح مشروع القائم صياد النجوم في القاهره. المشروع بتاعنا ايه رايك فيه نبذه كده سريعه؟ طبعا انا الحمد لله فضل من ربنا عليا حضرت كل اجتماعات الاعداد للمشروع اللي هيبقى له طفره كبيره قوي في موضوع الناشئين. لو اتكلمنا يا كابتن حاتم عشان انا متابع معاكم من البدايه، الكابتن محمد غير طبعا بشكره برضو لانه كان حريص جدا، كان احيانا يقول لي اقول له لا واللي لازم تبقى موجود. انا بشكر كابتن محمد غير. طبعا لانه استضافنا كتير وكان بيصمم ان اكون موجود. غير استضافه فنيا واخلاقيا وكل حاجه، حاجه تستفيد منه بصراحه كل حاجه. فتعالى نشوف عندنا كم غير محدود من الاكاديميات موجوده. طبعا ده على مستوى الهواه شيء جميل وشيء محبب. لكن لو ولي الامر بيودي ابنه علشان يمارس كوره وخلاص، انه مجرد انه بيلعب كوره، في مدرب محترم زي كابتن محمد غياتي بيعلمه ازاي. انت تعرف ان كان من 10 سنين معظم الشكوى من مدربين منتخب مصر ان بجيب اللعيب عنده 16 سنه 17 سنه لسه بعلمه التمرير والاستلام والتسلم. تمام. فالاكاديميات ساعدت في انه يعلم الناشئ من سن 5 سنين او 6 سنين في انه ازاي يتعلم كوره صح. طب فكره المشروع ما هي بقى اللي انا متكلم فيه، لو ده على مستوى الهوايه شيء جميل كويس، لكن لو على مستوى الاحتراف علشان بقى انت تاخد ولي الامر يعني تحفظه من حكايه النص بالاستثمار اللي موجود دلوقتي انك هات 5000 10000، انت نقلت لمرحله الاحتراف بالمشروع ده. تمام. بمعنى انا كابتن محمد بدرب في الاكاديميه 200 300 لاعب. بعد ما اللاعب ده يتميز ويتطور هيروح فين؟ هو ده بقى فكره صقد النجوم، احول النشئ من هاوي لمحترف، اللي هي فكره التسويق. هعمل له دوري يقدر يسوق نفسه منه. هيجي مدربين كبار يتفرجوا على الماتشات ديت، هيقول له انت عندك اللاعب رقم 10 انا محتاج. ده خلاف كده ان صقد النجوم هيشترك دوري القاهره والجيزه 10 على 10. فاحنا بنقول ان فكره المشروع ككل هتنقل اللاعب من لاعب هاوي للاعب محترف، من مجرد واحد بيمارس كره القدم لواحد بيشارك في دوري كويس، ودوري محدد له مباريات ومحدد له ماتشات. طيب انا عايز بس كلمه اخيره منك كابتن وائل، لان وقتك انت هيخلص معانا بيجي بسرعه. تمام. وانا بصراحه مستمتع بالحديث معاك. تمام. ربنا يعينك. عايز كلمه اخيره منك. الكلمه الاخيره مني طبعا انا سعيد اولا بوجودي معاكم النهارده مع اخويا والاب الروحي ليا في تدريب كابتن محمد غياتي. ربنا يخليك. المثل لينا في الاجتهاد والجد والاعلام الجريء كابتن حاتم عسكر. وطبعا بتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا في دوري القطاعات زي ما طلعنا بدون ولا هزيمه، مع انه صعب، لكن ان شاء الله وعد كابتن محمد غياتي ان احنا ان شاء الله هنصعد برضه دوري الجمهوريه السنه دي. لا انا بوعدك ان انا هتصل بيك في النهائي وهقول لك الف مبروك بصراحه الانجاز بتاعك في هيا، ودي حاجه تشرف جدا وحاجه محترمه جدا. انا كنت يعني كنت عايز ابقى معاكوا في الفرقه، يا ريت دعم معاكوا اساسا. انا عظيم تلاشي، انا بحب قوي الناس المجتهده اللي بتشتغل، اللي بتسافر، اللي بتروح، اللي بتيجي، مش عشان خاطر ولا جنيه. طب تسمح لي في دقيقه واحده كابتن حاتم؟ اتفضل بسرعه. كابتن محمد غياتي قبل ما اشتغل معاه بقول لك احنا بقى لنا 4 سنين بنعد في الفريق، قبل ما اشتغل معاه كان دايما بيشكيلي من حاجات كتير قوي. لما انا دخلت معاه وعشتها لقيتها اكتر من كده بكتير، صعبه جدا في انتقالات، في بص بيفكر اللعيب بينام امتى وبيصحى امتى. شوف لما بتكلم على 25 لاعب، انت هقول لك على حاجه صعبه. هو ده نتكلم على كابتن غياتي مش هنخلص، بس انت ربنا بيحبك الحمد لله والله العظيم، لانك طلعت من قوقعه غريبه الشكل، رحت العالم كبير، رحت العالم تاني، وحد بيدعمني وبيساعدني وبشكره كمان. واللي بيبعد عن القوقعه دي بينجح، فضل عدل من ربنا الحمد لله. بقول لحضراتكم في معانا فاصل كان اخده لنا الزميل الاعلامي احمد سمير نجم في اكاديميه الموهوبين. هنطلع نتفرج على الفاصل بسيط ونرجع مع ضيوفنا، نستقبل الكابتن رضا الطاهر مدرب عام فريق نادي هيا، ومعانا كابتن محمد غياتي. نطلع للفاصل ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مراسلكم احمد سمير نجم برنامج صقر النجوم مع الاعلامي حاتم عسكر وولي امر طالب من اكاديميه الموهوبين بهاية. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. متعرفوا حضرتك؟ مدام مي فاروق وليد طالب محمد محمد. اهلا وسهلا حضرتك. ايه راي حضرتك في اكاديميه الموهوبين بهاية؟ لا هي اكاديميه كويسه طبعا بتنمي الموهوب كويس. طيب ايه راي حضرتك في الترابط الاعلامي بين برنامج صقر النجوم وبين اكاديميه الموهوبين بهاية؟ حاجه كويسه ان شاء الله. طيب الكابتن محمد غياتي والكابتن رضا الطاهر يعملوا ترابط بين الدراسه والتمرين ولا في التمرين بيأثر بالسلب على الدراسه؟ لا لا بالعكس، احنا موظفين الحمد لله بين التعليم وبين التدريب وكله ماشي تمام. حضرتك طبعا عارفه دوري صقر النجوم اللي بتكسر الدنيا في مصر كلها، ايه راي حضرتك لما تعرفي ان دوري صقر النجوم هيتم موجود هنا؟ لا حاجة كويسة إن شاء الله للأكاديمية وللعيبة في الفريق، نشوف حاجة كويسة بإذن الله. تمام. أنت أيمن، أنا خير المهندس علي، كنت لاعب في الجول. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة ممكن نقول رأي حضرتك بكل حيادية في أكاديمية الموهوبين بهاية؟ الأكاديمية حلوة طبعاً، لأن هي بتهتم باللعيبة بتاعتها وبتنمي المواهب فيها، وإنهم عايزينهم يتفرجوا من أحسن الأندية طبعاً بره في القاهرة أو في أي محافظة تانية، وإن هم بيراعوهم طبعاً في الدراسة، وإن هم بيحافظوا على مواعيد الدراسة بعيداً عن مواعيد التمرين، وبيغيروا الميعاد بينهم. طب المفروض هل التمرين بيأثر بالسلب على الدراسة ولا الكابتن محمد غياتي والكابتن رضا الطاهر بينسقوا بين الحاجتين؟ لا بينسقوا بين الحاجتين، بدليل ان الاولاد يعني بيجوا درجة نهائية وبيطلعوا من الاول. تمام يا فندم. طيب في ترابط بين برنامج صقر النجوم وبين اكاديمية الموهوبين بهاية، هل الترابط ده كويس ولا راي حضرتك؟ الترابط بالذات في الاعلام بيبين اللعيبة وبيطلعهم ان هما يبقوا قدام اكبر الاندية يعني. حضرتك متابع دوري صقر النجوم؟ اه. طب ايه راي حضرتك لو الدوري في الدوري ده هيكون هنا قريب في البيت، دي حاجه كويسه؟ دي حاجه كويسه للعيبه يعني عشان حد يبقى يشوفهم. شكرا. اهلا بحضرتك. ايه راي حضرتك في اكاديميه الموهوبين بهاية؟ اكاديميه جميله جدا وتشرفت شرف اولادنا. طب كابتن محمد غياتي وكابتن رضا الطاهر، التمرين بيأثر بالسلب على الدراسة ولا في ترابط بين الاثنين؟ بالعكس، هم بيوفقوا بين الدراسة وبين التمرين، وأولادي بيطلعوا كل سنة قوي. تمام يا فندم. طيب إيه رأي حضرتك في دوري صقر النجوم اللي مكسر الدنيا لما تعرفي إن هو موجود هنا في مصر؟ ده حاجة تشرفنا جدا، وأولادنا طبعا هيطلعوا في برنامجكم، ده حاجة جميلة وتشرف البلد كلها. شكرا حضرتك. ايه رايك في الاكاديميه؟ ان شاء الله متخصصين جدا وكويسين جدا ورفعت المستوى اهلتهم من ان هم مجرد ولاد هاويين بس كوره كده، ان هم بيفكروا ان هم يحترفوا. ماشيين كويس جدا جدا هنا مع التمرين، واحنا نفسنا كاولياء امور مش بنعاملهم ان هم المدربين كده ولا لا، هم افراد بنجيبهم هنا زينا بالظبط. طب ايه رايك في الترابط بين الدراسه وبين التمرين؟ كابتن محمد غياث والكابتن رضا الطاهر بيحاولوا ينسقوا بين الاثنين بحيث ان مفيش حاجه تاثر من دي على ده ولا حاجه تاثر من ده؟ ده حقيقي فعلا بيحصل مبدئيا من ناحيه المواعيد بتاعه التمرين، بيبقى لينا مواعيد معينه في الاجازات وبيجوا في الدراسه بيغيروها طبعا علشان مواعيد الميلاد وكده. ده حاجه. الحاجه الثانيه على طول بيزنقوهم في الدراسه في درجاتهم في مذاكرتهم، اخر كل سنه بيعملوا تكريم للمتفوقين منهم علشان يشجعوهم وكده، فبعكس الاكاديميه هنا يمكن يدافع عنهم من هم عشان تمام. طيب ايه راي حضرتك في دوري صقر النجوم لما تعرفي ان هو هيجي هنا؟ حاجه كويسه جدا من ناحيتين، من ناحيه الاكاديميه هي في مصلحه الاكاديميه طبعا، هتبقى حاجه اسمها هيسمع اكتر لانه ان شاء الله في وقت قصير كده لمع وسمع في اماكن كثيره خالص، وطبعا ده هيجي في مصلحه ولادنا ان هيلعبوا قدام الناس هيتعبوا هيشوفوهم، فاكيد هتبقى مصلحه من ناحيتهم. وليدة البعض كريم محمد السيد. أهلا وسهلا بحضرتك. إيه رأي حضرتك في أكاديمية الموهوبين بهاية؟ أكاديمية كويسة جدا وحاجة تشرف. طيب إيه رأي حضرتك في الترابط الإعلامي بين برنامج صقر النجوم وبين الأكاديمية؟ حاجة كويسة وحاجة ترفع من مستوى ولادنا. تمام.
فندم. طيب ايه راي حضرتك في دوري صيد النجوم اللي مكسر الدنيا في مصر لما تعرفي ان هو موجود هنا في جهه قريب؟ حاجه تشرفنا وهترفع من مستوى اولادنا وحاجه جميله جدا. شكرا لحضرتك. عارفه حضرتك احمد ابو محمد. اهلا بحضرتك سامي. ايه راي حضرتك في اكاديميه المهاجمين دي؟ طيب ايه راي حضرتك في الترابط بين اكاديميه المهاجمين بهنيا وبرنامج صيد النجوم؟ دي حاجه كويسه ولا لا؟ كويسه طبعا. تمام يا فندم. طيب كابتن محمد غيث وكابتن رضا الطاهر بيعملوا ترابط بين الدراسه، الدراسه بتاثر بالسلب، التمرين بيأثر بالسلب على الدراسه، ولا في ترابط بين الاثنين؟ في ترابط بين الاثنين طبعا. استاذ محمد كابتن محمد غيث بيوفى بين الدروس وبين التمرين. ورجعنا لحضراتكم مره ثالثه النهارده في الحلقه المطوله والساخنه الاحاديث اللي موجوده فيها. طبعا احنا النهارده قلنا ان في ثلاثه معانا ضيوف. جه معانا الضيف الثالث، طبعا هو مش ضيف، صاحب مكان، كابتن رضا الطاهر، الشخصيه المحترمه الطيبه الخلوقه اللي شغال مجتهد جدا جدا جدا، ومن النوع اللي هو مهما حتى كبر سنا ولكن تبص في وشه شباب. كابتن رضا الطاهر احد رجال كابتن محمد غياتي في اكاديميه الموهوبين، المدرب العام لاكاديميه الموهوبين والمدير الاداري، وايضا المدير الموجود مع كابتن غياتي في مدرب عام لمركز شباب هي. برحب بيه النهارده معانا لاول مره في صيد النجوم. اهلا وسهلا بيك كابتن رضا. مرحب بيك يا كابتن، وبرحب بيك المره الثانيه، وبرحب باسره البرنامج على هذا الانجاز الكبير. الله يخليك كابتن رضا، احنا اللي بنرحب بيك النهارده. طفره كبيره جدا ومحترمه اللي عاملينها في هي واللي معموله برضو في اكاديميه الموهوبين. كلمك على اكاديميه الموهوبين لان الكلام اخذنا كتير جدا جدا على مركز شباب، برضو هنتكلم عليه وعلى دورك الفعال فيه. ولكن في اكاديميه الموهوبين انا بشوفك انت بتنزل ارض الملعب، تشتغل مع الاولاد، تختار السن اللي هو اصغر سن موجود. بتقدر يا كابتن رضا انك تتعامل مع فريق ناشئين 97 اللي هو مؤهل للفريق الاول، وفي نفس التوقيت انك تكون موجود في الاكاديميه مع اصغر فريق موجود؟ ازاي ده بيحصل، وازاي بتقدر ان انت تعمل تناسق ما بين هنا وهنا؟ والله يا كابتن حاتم يعني عندي القدره ان انا اوصل المعلومه للعيل الصغير وبنمي المهاره عنده ومن الصغر، من 5 سنين حتى فريق كبير. تمام. الحمد لله رب العالمين عندي طول بال مع اللعيب الصغير وبنمي هذه المهارة. ما هي فعلا اختيار الجزئية دي ان انت، طب احنا في معانا مداخلة مهمة جدا كابتن احمد جمال. كابتن احمد جمال المدير، كان مدرب عام مع كابتن غياتي في نادي النصر الرياضي. اهلا وسهلا بيك كابتن احمد. لا التلفزيون شغال يا كابتن احمد بعد اذنك، وقت التلفزيون. اهلا وسهلا بيك كابتن حاتم. الله يخليك كابتن احمد. اهلا وسهلا بيك كابتن احمد جمال، الشخصيات المحترمه واللي اشاد بيه كابتن غياتي. معانا كابتن محمد غياتي النهارده موجود، كابتن رضا الطاهر. اهلا وسهلا بيك كابتن احمد. اهلا وسهلا بكل ضيوفك كابتن مصر، وسلامي وتحياتي لكل الضيوف اللي عندك. كابتن محمد غياتي اخويا الكبير والشخصيه المحترمه، يعني من اعظم المدربين اللي اتعاملت معاه في الشرقيه كلها، ومش عارف مين حضرتك الضيف الثاني. كابتن رضا الطاهر موجود معانا برضو. كابتن رضا الطاهر مدير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيه برضه، من الشخصيات اللي انا سمعت انها شخصيات محترمه جدا. اهلا وسهلا بيك كابتن مصر. اهلا بيك كابتن. كابتن احمد، الفتره اللي انت قضيتها مع كابتن محمد غياتي في نادي النصر الرياضي كان بيشيد بيها كابتن محمد من شويه وبيتكلم عليها، انه جه لقى مدربين محترمين واشتغلت واجتهدت. الفتره دي بتمثلك ايه مع كابتن محمد غياتي؟ بص يا كابتن حاتم، انا في يعني انا راجل دارس رياضه كره القدم، راجل دبلومه في التدريب مع دراسات عليا فيها. عايز اقول لحضرتك الدراسات العليا كلها اللي انا قضيتها بالدورات اللي انا خدتها في حته، واللي انا اتعلمته من الكابتن غياتي في حته ثانيه. الراجل ده علمني حاجات كتير. علمني يعني ايه تعاون، علمني يعني ايه انكار ذات، علمني يعني انا اشتغلت معاه، انا اول مره اشوف مدرب متقن شغله في مصر، يعني
قليل قوي المدربين اللي في مصر شغالين باتقان او بعلم. كابتن احمد عايز اقول لك على حاجه مهمه انا شفتها بعينيا لما جه كابتن غياتي، كنت انت موجود وكابتن اوبا موجود، كنتوا موجودين في اي مكان بنلاقي مدرب جديد لسه جاي في الفريق وداخل على مدربين بنلاقي فيه شويه حساسيه معينه، ولكن شفت بصراحه قدام عيني ان انتوا وسعتوا المجال وطلعتوا من الملعب وحطيتوا كابتن غياتي في مكانه معينه كبيره وبقيت انتوا وراه في الخلف. تمام يا كابتن. احنا مش احنا اللي عملنا ده، هو اللي فرضه علينا باسلوبه وبطريقته. الكابتن محمد غياتي كابتن، انا كمدرب لما الاقي شخصيه عندها العلم ده كله انا لازم اقعد واستنى واتعلم منه. كابتن محمد غياتي كموسوعه علميه انا استفدت منها على المستوى الشخصي. انا اقدر اقول لحضرتك انا يمكن بعد حتى ما الكابتن محمد اعتذر انا كملت على نفس النهج بتاعه، ما قدرتش حيل عنه عشان ربنا يكرمني. طب كابتن احمد، كنت في السابق كنت بتحارب حاتم عسكر جدا على موضوع الاستثمار، وكنت بتتكلم فيه موضوع الاستثمار وانا كنت بتكلم فيه وطلعنا على الاعلام وتكلمنا. انت الان موقفك من الاستثمار الرياضي ايه؟ ما زلت عندي مشكله مع الاستثمار الرياضي، بس موقفي مع كابتن حاتم اتغير بنسبه كبيره بسبب المشروع اللي عامله، مشروع صائد النجوم، مشروع كافكار يعني بتفكرني بموضوع مدرسه الموهوبين في مصر القديم، وبتفكرني بموضوع مشروع المواهب اللي كان عامله الاتحاد المصري اللي هو ما بقاش موجود دلوقتي. ففكره صائد النجوم فكره عبقريه مختلفه تماما عن فكره الاستثمار الرياضي، لان صائد النجوم هي فكره استثمار صحيح. تمام. انا شايف ان الاستثمار الرياضي في مصر فيه سلبيات، بس سلبياته اكتر من ايجابياته. طيب. قليلين اللي بيقدروا يستخدموا الاستثمار الرياضي في مصر بشكل صحيح. يعني معنى كده ممكن نلاقيك في المنظومه مع كابتن محمد غياتي في مشروع صائد النجوم؟ كابتن ده شرف ليا يا كابتن محمد غياتي او كابتن حاتم في اي مكان ده شرف ليا. كابتن احمد بشكرك شكرا جزيلا لحضورك المحترم وكلامك المحترم جدا جدا من الشخصيات المحترمه، راجل دارس وراجل محترم في الفنيات، سنه صغير لسه قدامه العمر طويل ربنا يديله الصحه، ولكن عايز اقول لاتحاد الكوره عندنا شباب كتير جدا جدا نابغ في التدريب، مدربين محترمين جدا السن بيجري بيهم ولازالوا لسه موجودين في الظل. بس تنويها بس يا كابتن، انا عايز اقول حاجه بخصوص كابتن احمد جمال وكابتن اوبا. كابتن احمد جمال دارس كويس جدا، وبقول انا ان هذا الرجل مشروع مدرب سيستفيد منه من اشتغل تحت يده. احمد جمال دي كلمه اللي كنت لازم اقولها. لا كابتن احمد جمال شخصيه مش شاطفه الا محترمه ومجتهده جدا جدا على نفسه وبيشتغل على نفسه. كابتن غياتي، ايوه بقى دخل. مشروع صائد النجوم، انت يعني من النوع اللي دايما دايما بتتقبل المشاريع الهادفه، المشاريع اللي انا ممكن افضل اتكلم معاك ساعه انت مستني مني جمله معينه، لو انا قلتها هتكمل معايا في الموضوع. تمام. لو انا ما قلتهاش يبقى كل ايه كابتن حاتم شرفتنا ونورتنا وده مكانك وتيجي في اي وقت. طبعا. وده التعامل بتاعك ان انت عندك الموضوع ما بياخدش يا ابيض يا اسود، ما عندكش اي لون تاني. بالزبط. مشروع صائد النجوم اللي بيفيد مصر كلها شايفه حضرتك ازاي؟ تمام. اولا يا كابتن حاتم، ايه جت الفكره بتاعت مشروع صائد النجوم ده ازاي؟ جت من جلسه كنا قاعدين فيها طرحت على حضرتك السلبيات اللي بنعانيها، تداولت انت الامر مع بعض الساده المتخصصين في القاهره، اسمائهم برضو لازم نقولها لان الناس دي طبعا كابتن مدوي حمدان، طبعا كابتن مدوي حمدان كامل الاحترام طبعا. لا انا بتكلم عن الجلسات اللي قبل الجلسه اللي تمت عندنا في شريف. بالظبط. تمام. وعدنا بمشروع اطلقنا عليه ليست اكاديميه صائد النجوم زي ما الكل بيقول، لا بالعكس احنا مشروع صائد النجوم من خلال الاكاديميات اللي هيطبق فيها مشروع صائد النجوم. انا عايز اقول ان مشروع صائد النجوم مشروع استنفر منه واستبعد كل مساوئ الاستثمار السلبي اللي انا عانيت. تمام. مشروع صائد النجوم لا يفرض عليك مبالغ ماديه. مشروع صائد النجوم هيديك سيستم واحد في التدريب على مستوى الافرع. تمام. مشروع صائد النجوم هيوفر لك المساحه المكانيه للتدريب والمساحه الزمنيه للتدريب لكل وحده تدريبيه. اشترطت علينا في المشروع يا كابتن ان يكون الملعب طبعا ملعب قانوني. تمام. مش اشترطت حضرتك، ده الوضع الحقيقي. كويس. مشروع صائد النجوم جاي من منبر اعلامي. تمام. انا لا اعتقد ان المنبر الاعلامي سيجاهر بمشروع فيه نوع من انواع العبث. كويس. عندما نتحدث عن مشروع صائد النجوم انت بتتحدث عن مشروع من خلال برنامج اصبح لي صيت، عندما يكون هذا المشروع مشروع عبثي سيتنفر منه وسيخرج منه صائد النجوم، بل اصبح من ضمن سئل هذا المشروع اللي خلتني انا ادخل فيه بمنتهى الجرأة، وغالبية المدربين وانا هقول لحضرتك مفاجأة في نهاية الحلقة،
وغالبيه المدربين في شرقيه ان هو جاي من منبر اعلام. ايه هو مشروع صائد النجوم؟ لما تيجي تلاقي مشروع في قاعده فنيه بيتم الاختيار فيها وفقا لمدربين مؤهلين وليس مدربين اللي يجيب اكتر يشتغل كويس. يعني المدربين دلوقتي احنا بنركز على ان المدربين دول لازم يكونوا مؤهلين. لا انا عايز اقول لحضرتك بس فرق بين المدرب المؤهل والمدرب اللي بيجي اللي يجيب اكتر. يعني ايه يجيب اكتر؟ انا في الاستثمار ايوه بجيب 20 لعيب تعال اشتغل مدرب. في صائد النجوم مش هنسمح بكده. انت مدرب مؤهل هتطلع لعيب بيرجع لصائد النجوم، دي رقم واحد في قاعدة فنية. في قاعدة إعلامية. طيب معنا اتصال الأستاذة أسماء والدة اللاعب محمد النني. أهلا وسهلا بيك أستاذة أسماء. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، ازيك يا فندم؟ طبعا الشرف برحب بحضرتكم كابتن محمد غياثي وكابتن رضا. شكرا. أهلا وسهلا بيك. شكرا. واتشرفت بيكم طبعا وربنا يا رب يكرمكم ويزيدكم كمان. طبعا أنا بتشرف بيك. الله يخليك. اكتر وصله كمان البرامج اللي انت عملتها، وطبعا تشرف بالكابتن محمد غياثي لان هو اللي وصلنا المرحله ديت. تمام. ربنا يخليك. تمام اتفضل. كابتن طبعا الشكر ليه. تمام شكرا. استاذه اسماء واستاذة اسماء حضرتك والدة محمد النيلي يعتبر من اصغر اللعيبة اللي موجودة في الاكاديمية، شايفة التطور انه هو استفاد فعلا من وجوده في اكاديمية كابتن محمد غياتي وكابتن رضا الطاهر وكابتن وادي الحسيني، شايفة انه هو فعلا في تطور في 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 اسلوب لعبه، في تطور، شايفة انه هو في حتى يعني توعية دراسية، شايفة الاكاديمية بتفيد حضرتك؟ لا طبعا الكابتن محمد غياث الشكر ليه فعلا يعني. ايوه اتفضلي يا فندم. لا طبعا مش شايف في اي تاثير ولا اي حاجه. وطبعا الكابتن محمد بسم الله ما شاء الله ده من احسن الكباتن اللي انا شفتها في مصر، والكابتن رضا والشكر ليهم هما الاثنين طبعا. خلق يعني بسم الله ما شاء الله. انا ما شفتش كباتن يعني بالثقه والتدريب اللي هم بيدربونا اولادنا والاحترام. طبعا نشكرك طبعا يا كابتن حاتم ان انت وصلت ولادنا والبراعم والناشئين واللي انت بتعمله والمشروع الجديد اللي انت حضرتك هتعملوه في صعد النجوم. طبعا احنا بنتشرف بيكم كلكم جميعا وكابتن محمد وكابتن رضا وكابتن حاتم هو الاساس طبعا. شكرا شكرا لحضرتك كابتن محمد حمدي برضه وكابتن وائل واشكركم جميعا. شكرا ليك يا استاذه اسماء على المداخله المحترمه. لفت انتباهي جدا جدا في المداخلات ان دلوقتي بقينا في شكل تاني مختلف. الاول كنا مثلا ما نلاقيش الست السيدة او الامرأة اللي هي من المحافظات يعني من الارياف ان هي مثلا ممكن تطلع في التلفزيون تتكلم، ان هي ممكن تعمل مداخلة. دلوقتي لقينا طفرة جديدة حصلت، ده الفضل لمين؟ طبعا الفضل لله في كل حاجة، ولكن المدربين اللي بيبقوا قائمين على اكاديميات ان هم يوصلوا وغيروا الفكر بقى. لا البنت دي ما تروحش مدرسه، لا ده البنت دي ما تتعلمش، لا ده البنت دي للجواز. لكن دلوقتي بيطلعوا يتكلموا في التلفزيون ويخشوا مداخلات ويتكلموا ويقولوا رايهم، ده راجع ليه؟ الموضوع الاكاديميه هناك انا لما بخش الاقي الاكاديميه بلاقي الاكاديميه كلها بتقف، ده بيسلم ده بيروح، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ رايح فين؟ ليه؟ لان القائم على الاكاديميه هو اب. ودي الكلمه اللي اتقالت المداخله اللي كانت معانا دلوقتي من الاستاذه اسماء وان هي بتتكلم ان يعني من احسن المدربين اللي شافتهم. هي مش بتقول كده عشان هو قاعد، لا هي بتقول كده علشان اللي لمسته واللي شافته واللي عاد عليها في ابنها اللي موجود في الاكاديميه. كابتن محمد غياثي الناس كلها بسم الله ما شاء الله، وكابتن رضا يعني انتوا حاجه عاملين حاله كويسه جدا جدا في الشرقيه. عندنا مشكله ان في مافيا في الشرقيه ومش عايز احدد المكان علشان طبعا المكان يبقى خلاص موجود فيه ثلاث مدربين او اربع مدربين هم اللي عليهم المشكله دي. مافيا اللي ممكن انا دلوقتي صاحب او انا بتختلف شويه في الارياف ان ممكن كابتن محمد غياتي في قريه معينه ياخد ولادنا يبيعها يروح يعمل الكلام ده. شايف اللي بيحصل في محافظه الشرقيه وبالذات من بعد ايه يا ابو كبير فقوس الاماكن دي كلها، المافيا اللي شغاله يا كابتن غياتي هل دي هتعود في الاخر بالنفع على الولاد؟ خليني كابتن حاتم سؤال طبعا مفاجئ. لا خليني حضرتك يعني هشيل بس من المطبطه كلمه مافيا بعد اذن حضرتك. اتفضل يا كابتن. انا بحترم انت شكلك عايز تبقى مذيع بعد كده عشان بتتكلم كلام يعني. انا بشوف عامه بحترم كل جميع المدربين بتوع الشرقيه
تمام. انا بحترمه وما قلتش حاجه بحترمه بس ولكن لا حضرتك انت من منبرك لازم تقول انك انت لابد انك يكون عندك الجرأة. تمام. لكن كامل مدربين على مستوى الجمهوريه واخص بالذكر الشرقيه ناس محترمين اكيد وكده. لكن المدرب عندما يتحول الى سمسار يبقى ما توصفوش بقى مدرب. كويس. هو ده الكلام. هو ده الكلام. قل لي بقى كده. هو ده الكلام. ليك حق بصراحه. لكن انا يعني حتى كل المدربين بتوع الشرقيه لهم كامل الاحترام. عندما نتهم فلازم نشيل كلمه مدرب. نقول هنا الشخص. يعني انا لا اسمح ان في مدرب يتقال عليه الكلمه دي. لكن عندما يتحول فهو اصبح بعيد عن كارير التدريب. لكن اذا ثبت ان في مدرب بيبيع الولد وهو يعلم تماما انه تربة وبيئة غير جاهزة انها تعد وتؤهل للتسويق الصح. اصبح في غش, اصبح في سمسرة, اصبحت مافيا كما اطلقت حضرتك. طيب. مع كامل الاحترام لجميع مدربي الشرقية اللي حضرتك اكيد بتسمع عليهم. طبعا طبعا انا اصلا من بلدي فبس برضو لازم لو لقيت في حاجة طبعا لازم انوه عليها. اكيد طبعا لازم انوه عليها. أكيد طبعا. كابتن رضا مشروع صائد النجوم انت كنت احد الجالسين في الجلسة وتكلمنا في الموضوع, شايف ان الموضوع ده فعلا فعلا هيعود بالنفع مش عليك في المبدأ الاول. احنا قلنا المشروع ده اولا الولد ثم ولي الامر ثم بعد كده المدربين اللي هيبدا الناتج بتاعهم يبان في التدريب. شايف؟ لا هو مشروع كويس جدا خالص وهيفيد جميع اللاعبين المميز. تمام. مش اي لاعب. تمام. يعني اللاعب المميز هو اللي هيظهر وهو اللي هيوصل لهذه الخطوه. كويس. فطبعا ان شاء الله بالنسبه للبرنامج ان شاء الله في دوري ليهم. كويس. صعد النجوم هيبقى موجود عندنا. شرف لينا طبعا. طبعا يعني من جميع الاعمار من سن 10 سنين حتى ناشئين 97. كويس. وان شاء الله حضرتك يعني انت يعني هتبقى طفره كبيره لينا وانت موجود معانا بالنسبه للتصوير وكده هتبقى يعني حاجه كبيره. طيب خالص. في معانا برضو مداخله كابتن احمد السيد المدير الفني لسفينكس واللي طبعا عارف طبعا كابتن غياتي وفرع المعادي اللي بيقوده هو كابتن محمد عمر. كابتن احمد السيد اهلا وسهلا بيك. اهلا معاك كابتن حاتم ومعانا ضيوفك الكرام كابتن محمد غياتي وكابتن رضا. اخباركم ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. انا اول ما يعني احمد السيد طبعا كابتن غياتي قال لي ده فرع المعادي ناس محترمه جدا اللي رفعتوا راسنا ورحتوا قعدتوا اشاد بيكوا كابتن محمد غياتي وبالفكر العالي اللي بتاعك اللي لسه سنك صغير قدامك لسه وقت كبير ولكن التطور الرياضي ليك ملموس جدا كابتن احمد. ربنا يخليك ده شرف ليا طبعا كابتن غياتي ان انا اتشرفت بحضرتك يعني وحاجه كبيره بتعلم منها الصراحه يعني. ربنا يخليك كابتن. كابتن احمد كنا بنتكلم مع الاستاذ عبد العزيز امين صندوق مركز شباب المعادي واللي اشاد جدا جدا بالمشروع وقال ان شاء الله باذن الله المشروع في طفره كبيره هتحصل باذن الله وداعم ليها استاذ علاء حافظ. شايف المشروع يا كابتن احمد في مركز شباب المعادي والطفره اللي هتحصل في المعادي ثم البساتين وكل ضواحي المعادي, شايف المشروع كابتن احمد ازاي؟ والله يا كابتن هو المشروع في حد ذاته هو حاجه جديده طبعا في المنطقه كلها او في المكان عامه لان احنا معانا طبعا حاجه مش موجوده في اي مكان تاني وهي الناحيه الاعلاميه. طبعا احنا معانا الناس داعمه جدا لينا في المركز من الباشمهندس علاء لكابتن زيزو لكابتن طلعت. طبعا كل الناس بتدعمنا عشان خاطر دي حاجه جديده يعني. كابتن طلعت طبعا كابتن طلعت حاجه محترمه جدا استقبلنا استقبال محترم جدا بنشيد بيه جدا جدا وبنحاول برضو ان احنا نتصل بيه لانه برضو عمل طفره كويسه جدا في المكان وعمل اسلوب محترم جدا لينا. كابتن احمد الاستاذ علاء باشمهندس علاء حافظ قال ان هو داعم لينا بكل قوه ليس ماديا فقط ولكن معنويا وكل حاجه في المشروع. المشروع ان شاء الله باذن الله الافتتاح اعلن ان هو 16/3. الاستعدادات موجوده للمشروع يا كابتن احمد؟ كل حاجه جاهزه يعني احنا ان شاء الله جاهزين نستقبل حتى ضيوفنا الكرام ان هم يجوا يشرفونا وهتكون حاجه تليق بيكم طبعا. مش بينا احنا تليق بيكم انتوا كناس جايين تشرفنا وباولياء الامور واللاعبين اللي موجوده كلها ان شاء الله وان شاء الله نقدر نفيد الناس كلها يعني لاعبين اولياء امور والمكان اللي احنا منه عشان نقدر نشرف الناس اللي هي مستضيفانا عندها دي طبعا برضه نكبر راسها في وسط الناس كلها. كابتن احمد شايف طبعا احنا بنرحب بكل اي مسميات موجوده للرياضه المصريه ولكن كلمه مشروع ان هي تطلق على مشروع رياضه البرايم والناشئين مختلفه نوعا ما عن جزئيه كلمه الاكاديميه او مدرسه الكوره. يمكن هنحي مدرسه الكوره
لزمان، ولكن التجارة أو الربح مش هو أساس المشروع زي ما احنا متفقين. لا 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 خالص خالص، احنا اهم حاجة عندنا ان احنا نطلع لعيبة بجد، يعني اخلاقيا بدنيا نفسيا مهاريا في الملعب، هنمشي مع اللعيب خطوة خطوة لحد ما نوصله زي ما ولي امر عايزه زي ما احنا شايفين، بعيد عن اي حتة فيها سمسارة، عن اي حتة فيها فلوس من تحت الترابيزة زي ما بيقولوا اي حد هياخد فلوس ولا كل ما تلاقي الحاجة دي ملموسة، وفعلا في يعني فترة طويلة جدا هيبقى فعلا ظاهرة قدامه ان شاء الله. ربنا يكرم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله باذن الله يكون مشروع خير لكل ولادنا في كل مكان في مصر وليس بس في المعادي، وان شاء الله باذن الله تبقى فتحه خير على كل ولادنا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد سيد على مداخلتك معنا. كابتن احمد سيد المدير الفني لاكاديميه سفينكس، وان شاء الله باذن الله فرع المعادي هيقوده هو كابتن محمد عمر، بطبعا المستشار الفني كابتن بدوي حمدان، والداعم الاستاذ علاء حافظ، ومديرنا المحترم مدير الامن هناك اللي بيشرف على كل القطاعات في الرياضه الاستاذ طلعت محمود. بقدم ليه طبعا كل الشكر والتحيه. كابتن غيادي، شايف التفاعل كبير جدا جدا في مشروع صاد النجوم، وتقريبا احنا يعني شرقيه صعيد منصوره القاهره، المشروع متكامل، ايه اللي ينقصه في الوقت الحالي؟ خلينا ادي بس فكره للساده المدربين واولياء الامور من خلال البرنامج طبعا. ايه مشروع صاد النجوم؟ عايز اقول ان مشروع صاد النجوم لكل المدربين وكل اولياء الامور. بالنسبه لولي الامر، مشروع صاد النجوم ما بيطلبش منك فلوس. مشروع صاد النجوم للمدرب، مش هاخد اللعيب بتاعك اوديه نادي في مصر واسحبه منك، بالعكس مشروع صاد النجوم بيدار من خلال اكاديميتك وفقا للاشتراك اللي انت بتقرره. مشروع صاد النجوم ما بيطلبش منك حاجه، مشروع صاد النجوم عايز ينتشل المواهب من اجل اظهار بريقها في القاهره. ازاي؟ في سيستم اتفقنا عليه في الجلسه الاخيره، ان احنا كل اللعيبه هتقسم الى مستويات، المستوى A والمستوى B والمستوى C. تمام. المستوى A ده هما اللعيبه المميزه، هي اللي هنعمل من خلالها منتخبات اسمه منتخب صائد النجوم للشرقيه، هو اللي هيطلع يعمل مباريات مع الانديه من خلالها يتم التسويق، تسويق حقيقي مش تسويق مدفوع. كويس. المستوى بي ده مستوى هيتم تطويره وعمل دوري داخلي خاص بكل الاكاديميات اللي من خلالها مشروع صائد النجوم. اعتقد واتفقنا ان هذه المباريات سيشرف عليه وستغطى اعلاميا طبعا من منبر كبير زي منبر صائد النجوم، ومن خلال استشاريين ومديرين قطاع ناشئين في انديه، واتفقنا على هذه الانديه. تمام. هتيجي تشوف. تمام. اذا ولي الامر بدل ما كان بيروح القاهره، البرنامج والمشروع وفر له اللي يجي يشوف، جاي لغايه عنده، جاي لغايه عنده. تمام. المستوى جيم اللي هو بيجي اللي هو الفاني اللي بيجي في الصيف، عشان برضه مش هنسيبه، هنحتضنه وهنقدم له البرنامج في حدوده، اللي محتاج البدني اللي محتاج الفني وهكذا. مشروع صائد النجوم يا كابتن حاتم، انا بقول ان هو بفضل الله تعالى اذا تم التصور وفقا لما تم عليه، هيكون انتشال لكل ما هو سلبي في تسويق اللاعبين. كابتن غياتي، انا عايز منك كلمه اخيره تقولها لي. ان انت بصراحه انا قعدت سرحت حبيبك. عايز اقول لك بجد والله العظيم، احنا اصدقاء من امتى حبيبك، ولكن انا اول مره اشوف بتتكلم بالاسلوب ده، حاجه بجد. اقول لحضرتك حاجه حبيبك قوي، ربنا يخليك. اقول لحضرتك انا بتكلم ايه بالاسلوب ده كابتن؟ الاسلوب ده جاي لان انا جاي عن قناعه، انا بتكلم عن مشروع انا مقتنع بيه تماما. هذا المشروع انا مش مقتنع بيه معنى كده ان انا اللي اشتغلت فيه او ما كنت فيه من فتره انه سيء، بالعكس كل تجربه ليها سلبياتها وايجابياتها. لكن انا بقول ان المصداقيه تاني اللي نجحت فرقه هي المصداقيه اللي انا شايفها في البرنامج ومشروع صائد النجوم، اللي ان شاء الله تعالى اتعشم ان يكون افتتاح كبير جدا عندنا في الشرقيه، مش من خلال اكاديميتي انا بس بل من خلال الاكاديميات اللي اتصلت عليا. تمام. وهيبقى في تواصل كويس، ونرجو من ربنا نخرج بحاجه تحسب لينا لا تحسب علينا. انا بالمناسبه طبعا بوجه الشكر لكل الاكاديميات اللي اتصلت بها، طبعا المدربين للشرقيه، كابتن محمد ابو الحسن، كابتن علاء الدق، لا يمكن طبعا انسى مجهوده المبذول، طبعا كل اخواتي وكل مدربين الشرقيه، المشروع بتاعكم وكل واحد ده مكانه، كابتن محمد جنديه اللي بيتصل عليا وانا معاه، وكابتن محمد جنديه طبعا عنده كل الاحترام. انا مش عايز اقول لحضرتك يمكن المباشر انا مش عارف ارد، الناس اللي بتتصل اعتقد ان في تجاوب. تمام. نرجو من ربنا ان هو يوفقنا جميعا لخدمه اللاعب وولي الامر ان شاء الله. كابتن رضا، تحب تقول ايه في نهايه؟ احب اعمل اخويا محمد
اخويا اللي طبعا اخويا يعني وهو ربنا يديم معروفه بينكم يا رب. وبعد اللي هو قاله ما هقول ايه تاني. طبعا انا يعني لقاء بصراحه وانا مستمتع بيه جدا جدا. احترام ولباقه وحضور كويس جدا جدا للكباتن النهارده كانوا موجودين معايا. ولكن عايزين في النهايه نحط ايدينا كلنا في ايدين بعض، لان هي دي بلدنا كلنا، هي ملك الكل اللي موجود على ارض مصر. لان انا ممكن ابني يتاذي غلط بسببك انت او بسبب اي واحد ممكن يخطأ، وابنك انت برضو يلي ممكن تحاول تأذي غيرك ممكن هو برضو يتأذي، لان احنا كلنا عايشين في البلد دي بناكل منها شئنا ام ابينا. احنا مصريين، في ناس بتسافر برا تسافر سنة وتيجي تقول مصر، واللي ينزل من الطيارة يبوس الرصيف ويبوس الارض وبلدي ومش عارف ايه الكلام ده كله، لانك انت مهما تغربت ومهما جمعت فلوس كتير برا هتيجي هنا هتقعد ضيف، فلوسك العمر بتاعك راح وانتهى، بلدك هنا هي اللي بتحتضنك، هتموت وهتدفن فيها، هتموت وهتدفن فيها، بلدنا كلنا. الخراب واللي بيحصل والكلام ده كله على فكرة انت اللي هتتأذي، انت نفسك كمواطن بسيط هتتأذي، لان كل ده علشان يتعمل احنا اللي هنعمله كلنا، احنا كلنا اللي هنساعد فيه، لان ما عندناش الخزين اللي نقدر نصلح بيه. احنا بنمشي يا دوب الحمد لله ربنا ساترها معانا، وبنعمل حاجات كويسة كتير، وفي حاجات بتتعمل كتير، وفي حاجات تانية تتعمل احسن. فنصبر على بعض ونهدى شوية، وان شاء الله بإذن الله هنتقدم بإذن الله للأمام. ربنا يستر لنا الحال عشان كلنا ننجح، عشان كلنا نبقى شايفين بعض في نجاح. مشروع صوت النجوم مشروع احنا بنعمله مش هدف منه للربح، الربح اقسم بجلالة الله والله العظيم هدف منه الربح، على قد ما هو هدف ان احنا في الاخر بعد ما قعدت سنة حارب في الاستثمار واقول الغلط واقول الصح ومش عارف ايه والتزوير والكلام ده كله، طب ما احنا نيجي نعملها عشان لما انا اغلط او كابتن غيات يغلط او حد يغلط يبقى تقولوا ايه ده الناس دي بتكذب علينا، ده كانوا بيطلعوا في المنبر الاعلامي يقولوا كذا وكذا وكذا وهم ما نفذوش. عشان كده تبنينا المشروع وان شاء الله باذن الله هنكون قده. عشان مين؟ عشان البلد بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها، وعشان ولادنا ابني وابن غيري. انا سعدت بيكم جدا جدا اعزائي المشاهدين النهارده، كانت حلقه انا بصراحه من وجهه نظري معرفش المشاهدين ان انا حلقه مميزه ومحترمه، لان اللي قاعدين قدامي ناس محترمه جدا جدا اتكلمت باستفاضه، واعتقد ان الساده المشاهدين استمتعوا بيها كما سعدت. بشكر مخرجي الجميل الاستاذ احمد امين والمصور احمد مجدي، بشكر يوسف رأفت ومحمود بيبو استاذ خالد كمال، بشكر كل مشاهدي القناه. محمد حاتم النهارده كان معانا موجود في الاعداد، بشكرك شكرا جزيلا. بشكر كل اللي موجودين في البرنامج خارجيا وداخليا، كل الساده المشاهدين بشكركم شكرا جميعا، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حاتم عسكر وصائد النجوم كل خميس استنونا. برنامج صائد النجوم ياتيكم برعايه الوكيل الإعلاني لهذا البرنامج سما جرافيك حلواني.